عز جلال الله لخبة الله فورشي. داري جمالك شوية يا رافع، انهي مشاكلك وكفاية اللي احنا فيه. مشاكل؟ مشاكل ايه يا ادهم بيه؟ انت فاكر ان انا مش عارف انت بتعمل ايه؟ سدد ديونك وكفاية الراجل انت قتلته يا باشا. انا كنت خلاص غير. عملت ايه في موضوع المحامي؟ سيادتك اعتبر الموضوع منتهي. عايزك تخلص موضوع القضية دي بأي شكل، لأن الصحافة هتاخدها حجة وتفضل تهاجمنا. عشان كده عايز عينيك انت ورجالتك ما يغفلوش عنهم. واضح؟ أوامرك يا أدهم بيه. أشرف عملت ايه؟ الدوسيه ده في نتيجة تحليل العينة، في كمان تقارير من أهم اتنين دكاترة في كلية الزراعة. بس اكيد في حاجه غلط. خدي الدوسيه ده واهرب. طب وانت؟ اهرب انت يا دكتور، انا هتصرف. تلم الرجالة كلها وتجيني دلوقتي حالا. جاتكم الأرض. ايه ده؟ مساء الخير يا سعادة الباشا. انت دخلت هنا ازاي؟ ده رمزتك يا رافع بيه. اسمع، انا هديك كل اللي انت عايزه. عزيز روح. الحمد لله على السلامة يا هشام. روح عند هند وخلي بالك من نفسك. وانت مش هتيجي معانا يا خالو؟ انا عندي مشوار اخلصه واجي لكم بعدين ان شاء الله. يلا يا هشام. بقولك يا شاوي، سيبوني لغايه كده وكفايه، انا زهقت من السكه اللي كلها دم دي. احنا اخترنا السكه دي يا ابو السام. انا قصدي سكه لولو كمارة والبلطجه. وليه بتسميها بلطجه؟ تسمح تولع لي؟ سامي احنا فين يا شباب؟ مش عارف،
اثبت ان هو. خلاص اهدى. شوي. سامي وشوي وساعدتك تطلع مين؟ ده ادهم سيف الدين يا سامي. انا عارف ان انتوا اللي قتلتوا رافق، وانا اقدر قوي الرجاله اللي ما تسيبش حقها ابدا. كده كده رافق كان هيتقتل. طلباتك ايه يا ادهم بيه؟ اولا ننسى اللي فات، ثانيا انا طالب منكم خدمه، خدمه بمقابل، والمقابل 1,000,000 جنيه. وهي الخدمة دي أدهم بيها؟ في جدع معاه أوراق فيها رقبتي، الأوراق دي أنا عايزها بأي ثمن. واضح؟ مع إن رقبتك تساوي 1,000,000 مش 1,000,000 واحد بس، لكن أنا مش هساومك. اسمع يا أدهم بيه، إحنا هننفذ كل طلباتك لأنك صريح وجاي من الآخر، بس عايزين نعرف إيه المطلوب بالظبط.